من العبادة التي تقدم عن غيرها الصيام حين يلزم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد القادم للإنتاج الفني والتوزيع يقدم شرح كتاب الصوم من جوهر النظام للإمام نور الدين السالمي رحمه الله لفضيلة الشيخ المربي حمود بن حميد الصوافي حفظه الله. والآن نترككم مع الشريط العشرين. يقول فيه الصوم للجبار: منعته من شهوة النهار، ويذكر القرآن أن منعته من نوم ليله وما أطعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة، في هذه الليلة، ليلة الأحد 28 من شهر رمضان المبارك سنة 2340 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، سائلين المولى القدير أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، اجتماع إفادة واستفادة، اجتماع تعليم وتعلم، اجتماع إرشاد وتوجيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وهي ركعتان بالتكبير في ضحوة الأضحى والفطور، فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى، يقرأ بالحمد وما تيسر جهرا وذاك بعد ما قد كبرا. وللتكابير وجوها ذكروا جميعها طرق لمن يكبر، فمن يشاء كبر فيها سبعا، ومن يشاء كبر أيضا تسعة، ومن يشاء يكبرا إحدى عشر، ومن أراد فثلاثا مع عشر. وهذه أقصى الوجوه فعلما، وفعلها من بعد ما قد أحرما. يكبرن الخمسة ثم يقرأ، والباقي يفعلنه في الأخرى،
فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. ومن يكن مع الإمام دخلا وفاته التكبير حين اشتغلا، فقيل في الموجود عن منير ليس عليه بدل التكبير. وبعد أن تم الإمام ينصب مواجه القوم قياما يخطب، فيفتح الخطبة بالتكبير وبالثناء للواحد الكبير، ثم يصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار، ويأمرنهم بما قد أمر ويعظنهم بما تيسر، يبينن لهم في الخطبة إن كان في الفطر معاني الفطرة، وإن يكن في يوم أضحى بينا حكم وحاياهم وما تعينا. وهذه الخطبة قيل تلزم وقيل لا، وفعلها ملتزم. وليكن الخطيب حرا ذكرا، ولا يضر العبد مهما أمرا، وإن يكن لم يأمرا مولاه قيل يعيدوها إذا نهاه، لأنها الطاعة لا تقوم بفعل من بفعله ماثوم. العنوان: فصل في صلاة العيدين. فصل في صلاة العيدين. المراد بالعيدين عيد الفطر، المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. أول يوم من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة للمسلمين في السنة عيدان، للمسلمين في السنة عيدان. قلنا في السنة لأن هناك للمسلمين عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا عليكم بالسواك، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة أفضل أيامكم يوم الجمعة. نعم. فصل في صلاة العيدين. للمسلمين في السنة عيدان، ليس هناك عيد ثالث بالنسبة للسنة، عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غد الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. في هذين اليومين شرعت أحكام، بعض هذه الأحكام مشتركة بين العيدين، وبعضها خاصة بعيد الفطر وبعضها خاصة بعيد الأضحى. ومن الأحكام المشتركة بينهما الصلاة، فيهما صلاة العيد، صلاة العيد. التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء بالخروج لها، حتى النساء أمرنا بالخروج. عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض
ويعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها، أنت صغير. نعم. طيب، ما حكم صلاة العيدين؟ سنة مؤكدة، تاركها خسيس المنزلة، وقيل سنة واجبة، وقيل فرض على الكفاية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض المفسرين يقولون صلاة العيد عيد الفطر، الزكاة زكاة الفطر، والصلاة صلاة العيد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال بعض المفسرين الصلاة صلاة العيد عيد الأضحى. نعم، فصل لربك وانحر. ينبغي للمسلم أن يحافظ أن يواظب عليها وأن لا يتخلف عنها، وأن يخرج بأولاده إليها، يخرج الصغير والكبير والذكر والأنثى، حتى يشترك الجميع في مسرات العيدين. نعم. وهنا الشيخ يذكر هنا يعني العنوان فصل في صلاة العيدين، فصل في صلاة العيدين. قال وهي ركعتان بالتكبير في ضحوة الأضحى والفطور. وهي ركعتان، بين عدد الركعات هنا، وهي ركعتان، لكن يشرع في هاتين الركعتين ايش؟ التكبير. والتكبير له وجوه كما سياتي. وهي ركعتان بالتكبير، متى؟ بعد العصر، بعد الظهر، بالليل، في ضحوة، في ضحوة الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة، والفطور أول يوم من شوال. نعم، هذا الوقت في الضحى، في ضحوة الأضحى والفطور، وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر قيد رمح، هذا أول صلاة. ويمتد الوقت إلى زوال الشمس في الشتاء، وإلى وقوف الشمس في كبد السماء في الحر الشديد، وقتها محدود، وقتها محدود بعد أن ترتفع الشمس إلى وقوف الشمس في كبد السماء في الحر الشديد، وإلى زوال الشمس في الشتاء محدود. ولكن ينبغي تعجيل الأضحى، صلاة الأضحى أكثر من صلاة عيد الفطر. لماذا؟ لأن يوم الأضحى ذاك الحال في ذاك اليوم يشرع ماذا؟ ذبح الضحايا. متى يكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. بينما الذي يؤمر به المسلم في يوم عيد الفطر قبل الصلاة، وهو إخراج زكاة الفطر. نعم، في ضحوة الأضحى والفطور، هذا وقتها. نعم. وهنا سؤال، لو خفي الهلال حتى فات وقت صلاة العيد، يعني مثل أصبح الناس في اليوم 30 من رمضان أصبحوا صائمين، بعد زوال الشمس
جاء الخبر بأن هذا اليوم أول يوم من رمضان، أول يوم من شوال، هل يفطرون ولا يكملون صيامهم؟ يفطرون، لأن صيام يوم العيد حرام. يفطرون، طيب متى يصلون؟ هذا وإن خفي الهلال فمتى ما صح صلوا، هكذا قد ثبت. وقيل بل يؤخروها لغدي، يأتوا بها في وقتها المحدد، يأخروها. بعض العلماء يقول يصلون متى يأتي الخبر، وبعض الله قال تؤخر الصلاة إلى اليوم الثاني، صلى في وقتها وقت الضحى. هذا وينخفي الهلال فمتى ما صح صلوا، هكذا قد ثبت. وقيل بل يؤخروها لغدي، يأتوا بها في وقتها المحدد. نعم. وهي ركعتان بالتكبير في ضحوة الأضحى والفطور، فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى. هنا بيان إيش؟ أين تصلى صلاة العيد؟ الجامع؟ لا. وفي البيت أيضا بيان، هل تصلى صلاة العيد فرادى؟ لا جماعة. فيخرج الإمام، أين يخرج؟ يخرج إلى الجبان، خارج، ما تصلى في الجامع. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه عن ألف صلاة في غيره، أليس كذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى، يصلي صلاة عيد في المصلى، ما يصلي في المسجد. ويروى أن بين مسجده عليه الصلاة والسلام ومصلى العيد بقدر ألف ذراع، يعني صلي في المسجد في المصلى. نعم. هي سنة إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو خوف أو نحو ذلك، فلا بأس بالصلاة في المسجد. لكن عند الإمكان عند الاختيار فعلى كل حال صلاة العيد تصلى خارج في الجبان، مظهر مشهد طيب، يخرج الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم. فيخرج الإمام للمصلى، يخرج المصلى بعد أن يتهيأ ويأتي بما أمر به في ذلك اليوم قبل الخروج إلى الصلاة، منها الاغتسال، السواك، التطيب بما حضر من الطيب، التجمل بأحسن اللباس، الخروج إلى المصلى ماشيا مكبرا حتى يصل المصلى. هنا الاغتسال، يغتسل كما يغتسل من الجنابة كغسل الجمعة، غسل الجمعة غسل العيد من السنن، لكن في الكيفية كالغسل من الجنابة. الغسل للجمعة والعيدين سنة، كذا مغسل ذا الحين، كذاك من يحرم الحج ومن يحجم قد سن له غسل البدن، يغتسل كما يغتسل من الجنابة. معنى كغسل الجنابة في إيش؟ في الحكم ولا في الكيفية؟ في الكيفية. نعم. أما في الحكم يختلف، فغسل من الجنابة واجب، فرض واجب، وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. تحت كل شعر جنابة فبل الشعر وأنقل بشر، إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل الرجل أو لم ينزل، لكن غسل العيد سنة. السواك، السواك هو مطلوب كل وقت، يعني مرغب فيه في كل وقت، لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء. ولكن في هذا اليوم يتأكد. نعم، التطيب بما حضر من الطيب، التجمل بأحسن اللباس، أحسن لباس اللباس الأبيض. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. هنا قال قبل عليكم إغرأ، ثم قال فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوه في حرير ولا معه شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. تجمل بأحسن لباس وخاصة الأبيض. أما إذا 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 لبس ثيابا ورد النهي عنها، أو لبس لباسا ورد النهي عنه، فهذا ليس بجمال، ليس بتجمل. إذا 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 لبس شيئا نهى الشارع عنه فهذا قبح قبيح، ليس بجميل، أليس كذلك؟ إذا خرج لبس ثوبا يسحب أسفل القدمين إزار أو قميص، يجر ثوبه في الأرض خيلا، هذا من التجمل؟ هذا من التجمل؟ لا، كل شيء خالف عن الشارع فليس بجميل، ما هو قبيح. وزت المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار، قال ذلك 3 مرات. نعم. إذا لبس حرير، ما شاء الله ثوب حرير، لا، هو رجل شهم ليس بامرأة، المرأة هي التي تتجمل بالحرير، أما الرجل الفحل الشهم لا، ما يتجمل بالحرير. فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها، المرأة هي التي تلبس الحرير، والمرأة هي التي تجر ثوبها، أما الفحل الشهم لا، المرأة تجر ثوبها حتى هيش حتى تغطي قدميها، والرجل لا. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. نعم، كذلك تجد بعض الناس يلبس مثل خنجر مذهبة، هل هذا من التجمل؟ لا، ما دام رجل فقد حرم عليه الذهب، فالذهب والحرير حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حلال لنسائها. فالمرأة هي التي تتجمل لزوجها، تتجمل تتجمل بالذهب وبالحرير، لكن الرجل لا. الرجل يكون يعني خشن في طبعه، ما يكون لين. نعم، تجمل بأحسن اللباس، تجمل بأحسن اللباس. نعم، قلنا الاغتسال والسواك والطيب والتجمل بأحسن اللباس حتى يخرج المصلى هيئة طيبة، رائحة طيبة، شخصية. نعم، ماشيا، إذا كان يستطيع المشي والمصلى ليس ببعيد ما في مشقة فهذا هو الأصل، المشي، يذهبون مشاة. أما إذا كان مثلا مصلى بعيد في بعض الأمكنة
أو رجل مريض لا يستطيع المشي لا بأس يكون يركب، يمشي ويخرج يكبر سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله واذكروا الله في أيام معلومات، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. نعم، يخرج سواء كان وحده أو مع جماعة، يخرج كل واحد يخرج من بيته يخرج بالتكبير حتى يصل المصلى. نعم، وكذلك أيضا بعد الصلاة من السنة أن يرجع في طريق غير الطريق الذي جاء فيه إلى المصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى. ذكر صفة الصلاة، كيف صلى؟ يقرأ بالحمد وما تيسر جهرا، وذاك بعد ما قد كبر، أي بعد يكبر تكبير الإحرام والتكبير المشروع كما سيأتي الكلام عليه. جماعة تصلى جماعة، ركعتان. نعم، وصلى. نعم، يقرأ بالحمد فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى. هل هناك أذان؟ هل إقامة؟ لا. هل هناك نداء الصلاة الجامعة؟ لا، لكن الحال صفون وراء الإمام ويحبهم على تسوية الصفوف. نعم، ويصلون. سيذكر الآن هو التكبير، كيف التكبير لما قال وهي ركعتان بالتكبير، ما هو التكبير؟ سيذكره الآن. يقرأ بالحمد وما تيسر، أي ما تيسر من القرآن، جهرا وذاك بعد ما قد كبر. ذكر التكبير، قال وللتكابير وجوها ذكروا جميعها طرق لمن يكبر، فمن يشاء كبر فيها سبعة، ومن يشاء كبر أيضا تسعة، ومن يشاء يكبرا إحدى عشر، ومن أراد فثلاثا مع عشر، وهذه أقصى الوجوه فاعلما، وفعلها من بعد ما قد أحرما. يكبر أن الخمسة ثم يقرأ، والباقي يفعلنه في الأخرى، فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. تكبير، أنا في التكبير خمسة تجو، خمسة سبع تسع إحدى عشر تكبيرة، ثلاثة عشر تكبيرة، كم؟ أربعة. أربعة ولا خمسة؟ أربعة، أربعة تجو. نعم، قيل سبع عشر تكبيرة. نعم، لكن الوجوه المشهورة هذه الأربعة، سبع تسع إحدى عشرة
13. فإذا كبر 7 تكبيرات يكبر 4 بعد الإحرام و3 بعد القراءة الركعة الثانية، وإذا كبر 9 يكبر 5 بعد الإحرام و4 بعد القراءة في الركعة الثانية، وهناك وقت آخر 4 بعد الإحرام و5 في الركعة الثانية بعد القراءة، وقت ثالث 6 بعد الإحرام و3 في الركعة الثانية بعد القراءة. يعني في 9 كم وقت؟ 3 وقوف، 4 و5 5 و4 6 و3، من في 9 3 وقوف. نعم. وإذا كبر 11 تكبيرة يكبر في الأولى 6 وفي الثانية 5، وإذا كبر 13 تكبيرة كما ذكر الناظم هنا ذكر وجه واحد وهو 5 بعد الإحرام و5 في الركعة الثانية بعد القراءة و3 بعد أن يرفع رأسه من الركوع. إيش قال؟ قد يكبر أن 5 ثم يقرأ والباقي كم باقي؟ 8 والباقي يفعلنه في الأخرى، فال5 بعد أن قرأ والباقي كم باقي؟ 3 بعد ركوعه بلا شقاق. وقت ثاني يكبر 8 بعد الإحرام و5 في الركعة الثانية بعد القراءة، وقت ثالث 7 و6، 7 في الأولى و6 في الثانية، وقت رابع 6 و7، 6 في الأولى و7 في الثانية. نعم. طيب، هذا هو الحال لما ذكر النووي، قال ذكر صفة التكبير قبل ذكر الوجوه، يعني 7 9 11 13، ذكر وجه واحد، حمود ذكر وجه واحد لأنه هو المعمول به، هذا هنا في عمان معمول بالقول الذي ذكره الناظم، كم 13 تكبيرة، وهذا العمل معهم. نعم. قال يكبرن 5 ثم يقرأ والباقي يفعلنه في الأخرى، فال5 بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير. أقصى كم؟ أقصى التكابير 13 وأدناه 7. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. نعم. ثم ذكرنا مسألة تختص بالتكبير أيضا، قال فمن يكون مع الإمام دخل وفاته التكبير حين اشتغل، فقيل في الموجود عن منير ليس عليه بدل التكبير. إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، من المعلوم أن في الركعة الأولى من كبر الإمام، إذا كان عادته يكبر 13 تكبيرة كبر 5 تكبيرات سابقا، هو فاتته الركعة الأولى وما فيها من التكبير، عندما يقوم الاستدراك يأتي بالتكبير ولا ما يأتي بالتكبير؟ يأتي، لأن التكبير من جملة ما فاته. لكن الشيخ منير بن نير يقول ليس عليه أن يأتي بالتكبير. منير بن نير أحد حمد علم إلى عمان، كان موسى بن أبي جابر ومنير بن نير وبشير بن منذر، حمد علم من بصرة إلى عمان،
نعم. الشيخ منير يقول ما علي بين التكبير، بعض العلماء يقول لابد يأتي بالتكبير لأن التكبير من جملة ما فاته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوموا. نعم. طيب، التكبير أيضا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها، تنبه لها، الاستعاذة تكون بعد التكبير، بعد أن يكبر تكبير الإحرام، وبعد أن يكبر الخمس إذا كبر خمس، أو الست إذا كبر ست، أو السبع إذا كبر سبع، أو الثمان إذا كبر ثمان. الحاصل بعد التكبير الاستعاذة، لأن الاستعاذة شرعة ليش؟ لأجل القراءة، عندما يجي يقرأ يستعيذ. نعم. طيب، هل الإمام هو لا يكبر والمأموم لا يكبر؟ ما الجواب؟ لا، يكبر الجميع، فالمأموم يتبع إمامه في التكبير، المأموم يتبع الإمام في التكبير. طيب، دخل بعد ذلك إلى الخطبة، قال وبعدما تم الإمام ينصب، مواجه القوم، ما مستدبر القوم، مواجه القوم قياما يخطب، ما في كرسي، قائم، مواجه القوم قياما يخطب خطبة، خطبة العيد قيل بوجوبها، وهذه الخطبة قيل تلزم، وقيل لا وفعلها ملتزم. الشيخ صاير يقول خطبة العيد يقال سنة، وقيل بل فرض كفيت المنة. يخطب، كيف الخطبة؟ بينها الناظم. الخطبة تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. خطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. نعم. قال فيفتح الخطبة بالتكبير، الخطبة تبدأ بإيش؟ بالحمد لله. خطبة العيد تبدأ بالتكبير، فيفتح الخطبة بالتكبير وبالثناء للواحد الكبير، ثم يصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار. كبر الخطبة سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ثم يشرف الخطبة. إيش الخطبة؟ قال يأمرنهم بما قد أمر، ويعظنهم بما تيسر، يذكرهم بمعادهم، ويخبرهم أيضا بما يلزمهم في يومهم. بيّن كيف يلزم فيهم، قال يبينن لهم في الخطبة إن كان في الفطر معاني الفطرة، يبين أن مما يؤمر به المسلم في هذا اليوم زكاة الفطر، يبين لهم مثل حكمها، حكمتها، متى تجب، على من تجب، من أي شيء تجب، عمن تخرج، من أي شيء تخرج، مقدارها، لمن، بيّن المسائل. نعم. يبينن لهم في الخطبة إن كان في الفطر معاني الفطرة، فطرة الأبدان، وإن يكون في يوم أضحى بينا حكم ضحاياهم وما تعينا. في الأضحى يبين لهم أحكام الضحايا، حكمة الضحية، وما هي الضحية، وشروط الضحية، وقتها، إلى غير ذلك. نعم. طيب، بارك الله فيكم. نعم. تفضل. الطحين قال انها بعد صلاه العيد، هل بعد ان يصلي
هو في نحره لكي يفوز بعظيم أجره، وحيث وأما ضحايا الناس في الأمصار مندوبة وهي من الشعار، يذبحها من بعد أن يصلى لكي يحوز بالذباح فضلا، لا يسبق إمامه في نحره لكي يفوز بعظيم أجره. نعم طيب فضل. نعم إذا وقوف الشمس. نعم. إذا الزوال. نهي. هذا نهي زوال الشمس. هذا كذا في حال حال شيء والنهي عن الصلاة عند ما تقف الشمس كم السماء. سؤال آخر. امرأة عندها ذهب وهبة من الزكاة من زكاة السنة الأولى ثم اشترت الذهب الآخر قبل أن تؤدي الزكاة في السنة الثانية، هل تضيف هذا الذي اشتريته إلى القبل ولا جعل الوقت آخر؟ لا هو الوقت تسأل أيضا هل لها أن تدفع زكاتها لأبيها؟ إذا كان فقيرا نعم. نعم نعم زكاة 40 مثقال. نعم زكاة 40 مثقال ذهب 80 ريال. 80 ريال. ايه نعم. الزكاة من الفطر، إذا اشترى رجل عبدا لكن العبد هذا كان مشرك بدايه هل يزكى عنه؟ كم اشتريته؟ استاذ استاذ نعم نعم الضحية بعض الناس خليته تجيب ضحية خلاف عيد عيد الحج تعيها ترى. نعم نعم إذا الإمام كبر برجليه فشرع في القراءة ثم المأمون لحقه في القراءة هل يستمر أو يعني يمكن أن يكبر التكبيرة لا يستمع. أنتوا تكبروا هناك تسع. تكبروا تسع. ها؟ 11. 6 و5 ولا 5 و6؟ 6 و5. نعم. عندك سؤال؟ تفضل. تفضل. شيخ الله يسلم حالتني بسألك سؤال مطلب يا أم عيالي توف رمضان نعم قدام رمضان لا قدام رمضان الثلاثية زين زين الغضب في حالة غضب يعني تعبان ومنيت هناك يعني في البيت وتكلمت علي كلام وقلت لي مطلقة طلعت السلاح كيف لي بيع ولا ما لي بيع احنا هنا معنا ما في رجوع معنا اذا ابغى شيء رجوع كان تصير انت وياها رباع مع القاضي المحكمة وخبروا عن القضية بواقع عاد بيشوف معكم باثنينكم تصيروا أما إحنا هنا معنا الباب مغلوق سمعت؟ إيش أقول إحنا معنا هنا ما شرجوع لكن سيروا مع القاضي شيروا في المحكمة طيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.